السلام عليكم، اهلا بيكم في فابريكيشن كاد ام اي بي. دلوقتي انت لما بتبدا ترسم الضغط بالشكل دوت، اخترت اول قطعه فبيبدا يقول لك اختار الويدث والدبس واللينس، تمام؟ فاقول له اوكي، ضفت اول قطعه، جاب لي ديت التشر ارو. طيب عندنا اداه هنا بتحكم فيها، ممكن اول حاجه ان انا الغيها، تمام؟ يعني انا لو عامل سيلكت على دي كده وجيت هنا وقلت له ديليت هيلغيها خالص، تمام؟ لو عايز اضيفها هقول له ضيف لي، فبحدد ان اتجاه ممكن اضيفها الناحيه دي او اضيفها الناحيه التانية زي ما انا عايز بالشكل دوت. عايز اعمل لها روتيت، يعني هي ماشيه دلوقتي ناحيه، طب انا عايز اخليها لفوق لتحت، تمام؟ فباجي هنا اقول له انا عايز اعمل لها روتيت، فبيقول لي اختار الزاويه كام. لما تبقى لونها ازرق يبقى معنى كده انها لفوق، لما يكون لونها اخضر يبقى معنى كده انها لتحت. يعني انا لو جيت هنا وقلت له روتيت وقلت له 180 بقى لونها اخضر، معنى كده انها متجهه لتحت. طب لو قلت له 90 بعد كده، او قلت له سالب 90، تمام؟ هتيجي الناحيه دي. ده بيساعدني، بيحدد لي الاتجاه لما انا هبدا ارسم واحده تانيه هتيجي الناحيه. لما هرسم كوع هياخد هو المسار التاني دوت بالشكل دوت وهكذا.